بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد مع الوحدة الثانية من كتاب التربية الإسلامية، والمعنون بقوله تعالى: ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. وفي هذا اللقاء طلبتي سنكون مع عدة موضوعات من كتاب التربية الإسلامية، فبداية سيكون الحديث عن القصص القرآني. وعندما ندخل بموضوع القصص القرآني سنتحدث عن مفهومه وعن أنواعه من قصص الأنبياء السابقين وقصص الأمم الماضية، وسنتحدث عن أهداف القصص القرآني. سيكون لنا حديث عن تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيكون لنا حديث عن إثبات صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضاً الاعتبار من الحوادث السابقة التي حدثت في الزمن الماضي. أيضاً طلابي سنتحدث عن خصائص النص القرآني أو القصص القرآني، ومن هذه الخصائص الواقعية. وعندما نتحدث عن الواقعية نتحدث عن واقعية القصص القرآني التي ذكرت بالأقوام السابقة، وأيضاً عن الاقتصار على موضع العبرة منها ومن ثم التكرار. وسيكون لنا حديث عن نماذج من القيم في القصص القرآني كالصبر والعفة، الثبات على الدين، والإيجابية وبر الوالدين. فكل واحدة من هذه النماذج تمثل قصة نبي من أنبياء الله عز وجل. فالصبر صبر أيوب، والعفة عفة يوسف، والثبات على الدين إبراهيم، والإيجابية نوح عليه الصلاة والسلام، وبر الوالدين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هناك الكثير من القصص للحديث عنها. بعد ذلك سننتقل لدرس من دروس التربية الإسلامية للحديث النبوي الشريف رضا الله، وسيكون اللقاء مع أعمال يحبها الله وأعمال يبغضها الله عز وجل. فمن الأعمال التي يرضاها الله مثلها مثل البر للوالدين، التوحيد، هذه من الأعمال التي يرضاها. أما الأعمال التي يكرهها الله ويبغضها مثل القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بعد ذلك طلبتي سننتقل لموضوعين من موضوعات التربية الإسلامية، والمعنون أولاً بموضوع الطلاق. وعندما نتحدث عن الطلاق طلبتي سيكون اللقاء بمفهومه. والطلاق كما تعرفون هو انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بأن يقول الرجل للزوجة: أنت طالق، بهذه العبارة. وبعد ذلك سنتعرف على أنواع الطلاق، وقلنا بموضوعات مختلفة بالفيديوهات السابقة بأن الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن يكون طلاقاً رجعياً وهو يحق للرجل أن يعيد زوجته ما دامت في العدة، وسيكون لنا درس عن العدة منفصلاً، وإما طلاقاً بائناً بينونة صغرى وهو إذا أراد الرجل أن يعيد زوجته بهذا الطلاق يجب عليه عقد جديد ومهر جديد ورضاها، وهنا تكون قد انقضت العدة ليس كالرجعي.
والنوع الثالث هو الطلاق البائن البينونة الكبرى، وفي هذا الطلاق لا رجعة للزوج جتي إلى زوجها إلا بعدة أمور، منها عقد جديد ومهر جديد ورضاها، ومن ثم أن تكون قد تزوجت من رجل آخر وتخالصا بدون اتفاق بينهما. أما إذا ما انتقلنا إلى الموضوع الرابع من موضوعات هذه الوحدة ألا وهو العدة، العدة بأنواعها. سنتعرف بداية على الحكمة من العدة وما هو الهدف منها، وأنتم تعرفون أن العدة هي المدة الزمنية التي تقضيها الزوجة في بيت زوجها، إما بعد وفاة إما بعد طلاق. وهذه العدة هي الفترة الزمنية كما قلنا التي تقضيها الزوجة في بحق زوجها المتوفي أو المطلقة. طب لماذا وضع الإسلام العدة؟ وضع الإسلام العدة من أجل براءة الرحم وتحديد الأنساب، وأن تكون الأنساب واضحة كل لأهله. أيضاً سنتحدث عن العدة بسبب الطلاق، وهناك فرق ما بين العدة للمرأة المطلقة المدخول بها والغير مدخول بها من التقسيمات الواجب علينا معرفتها. وأيضاً سنتعرف على أن العدة قد تدخل بموضوع الحداد، والحداد يعني هو امتناع الزوجة عن وضع الزينة خلال فترة العدة، ويدخل فيها تجنب الزينة ومن ثم البقاء في بيت الزوجية والمبيت فيه بقدر الإمكان. طلابي، هذا مجمل الحديث عن الأربع موضوعات بالنسبة لوحدتنا الوحدة الثانية، راجيا منكم أن تكونوا على تواصل مع هذه الموضوعات المطلوبة. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته. دمتم برعاية الله.